الطريقة الكركرية أصبحت على كل الألسن في الجزائر، خاصة وأن أتباعها بلباسهم المرقع وألوانه المختلفة أصبحوا حديث العام والخاص. في مدينة مستغانم غربي البلاد يعيش بالقاسم أحد مريدي طريقة الكركرية. اللباس المرقع والسبحة التي يضعها أتباع الطريقة حول رقابهم لها تفسير حسب ما جاء في كتاب شيخهم سيد محمد فوزي الكركري مؤسس هذه الطريقة. هذه السبحة شكلها دائري، والشكل الدائري يشير إلى عبارة عن صفر، والصفر لا شيء، والصفر معناه لا شيء. إذن هو يقول لك أيها المريد في طريقتي أنت لا شيء. لماذا؟ لدائما القاعدة الأساسية في طريقتنا نرجع إليها التي يقولها شيخنا، وهي استحقر نفسك وعظم غيرك. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تصدت إلى ظهور هذه الطريقة الجديدة، مؤكدة أن تزايد عدد الطرق والطوائف قد يمثل تهديدا بالنسبة إلى المجتمع. الغرض من هذا هو تشتيت المجتمع، يعني إذا كان عندنا قلنا مثلا عندنا 40 طريقة في الجزائر، معناها راح عندنا 40 طائفة، وكل واحدة تنظر إلى الدين الإسلامي وفق المنظور تاعها الخاص، هذه التيجانية وهذه الطرق القادرية وهذه العزوزية وهذه الرحمانية، هذم الكركرية اللي هما ثلاثة ولا أربعة مشتقين من بعضهم البعض، العلوية والدرقوية والشاذلية. الشارع الجزائري استقبل ظهور هذه الطريقة الجديدة بنوع من الحذر والتشكيك في خلفياتها. كما يقولوا العقلية تاعي واش تقول؟ يقول لك يدخلطوا الديان، الإنسان يشد في دينه. دوك الدين هذا عنده منهج وعنده طريقة ما تقدريش تبدلي فيه، باسكو ما راهش دستور. وهذه كركرية وهذه البدعات اللي اسمه يلبسونا البلايص تاع دوتر بيي وموند اللي ما نسمعوش بهم، احنا وجدودنا والدينا ما ربوناش هكذا. الكركرية ظاهرة جديدة في المجتمع الجزائري، والنقاش بشأنها لم يحسم بعد. خلاف ونقاش في الجزائر كما هو في موطن نشأتها في المغرب. الكركرية تثير الجدل بشأن الطرق الصوفية بين معارض ومتقبل لها، في انتظار ما ستقدم عليه السلطات بخصوص هذه الطريقة، خاصة وأن أتباعها يسعون إلى تأسيس جمعية معتمدة رسميا. خلود نووي، قناة الغد، الجزائر.